أغنية اسمرالونا واحدة من أمهات الأغاني النوبية، وهي أغنية تراثية. وشكرا بالمناسبة لفرقة كلية الموسيقى والدراما الكورال أدوها بطريقة جميلة. أدوها بطريقة جميلة، طبعا معهم فنان نوبي مشهور برضه هو اللي أداها. الأغنية طبعا تخلط ما بين المحبوبة وحلفة اللي هي المنطقة الزمان فيه، لكن الجزء الأكبر منها طبعا بيتكلم بصف محبوبته، اللون، بصف طريقة المشية اللي هو الساية، حتى بصف طريقة حركة رجلة أقدامه. يعني هي المشية دي نفسها فيها، يعني أنا أعتقد في الأدب العربي كان زمان في قصيدة كذا اللي هو تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل. أيوة، هو بنفس الطريقة دي، دي مشية بالراحة، يعني ساية دي أقل من السرعة وبطيئة كده، ومشية حقة أيوة النسوان أيوة كده وبنات، اللي هو دلالته إنه هي نفسها الشخصية دي أو الزول لونها أسمر ده بتعرف جمالها، بتعرف إنه هي جميلة، فحتى بالمشية بتعبر عن جمالها. فيها جزء كبير برضو بيتكلم عن حلفة ومدينة حلفة وعد الارتباط بالمكان والزمان والأرض والأرض والتاريخ. جميل.